السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي اليوم نشارك معكم أسهل تيبان بطريقة جد سهلة ومبسطة، كنتمنى أنها تعجبكم. فغادي نبداو على بركة الله. فكنحتاج 3 ديال الكؤوس ديال العنبة ديال الدقيق، دائما الدقيق يكون خاص بالحلويات النوعية الممتازة. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، غادي نديرها على جنب في واحد الاناء او في واحد السليفه صغيره. غادي نضيف عليها واحد المعلقه ديال السكر باش كتفاعل معها، والمعلقه الثانيه غادي نضيفها على الدقيق. غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الماء اللي كيكون دافي، وغادي نحركها وغادي نخليها على جنب حتى تتفاعل مزيان وكتحل هذه الخميره. غادي نضيف على الدقيق ديالي واحد ساشيه ديال الفاني، قبيصه ديال الملح على حسب الذوق، وغادي نضيف ايضا الزيت ديال المائده. فبالنسبه للزيت غادي نستعمل 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت. هنا من بعد ما تفاعلت لي ديك الخميره وتحلات لي مزيان، غادي نضيفها على الخليط وغادي نجمع العجين ديالي. كنرمل مزيان داك الدقيق بداك الزيت، وكنضيف معلقه او نص معلقه ديال الخميره ديال الحلويات اللي كتكون عامره مزيان، او معلقه ممسوحه. كنجيب الماء اللي كيكون دافي دافي غير شويه ماشي بزاف، وغادي نبقى نجمع العجين ديالي. فبالنسبه للعجين غادي يكون عجين اللي يكون لين ما يكونش قاصح بزاف كما غادي تلاحظوا معايا. بقى نضيفوا الماء غير بالتدريج باش كنتحكموا فيه. فكما لاحظتوا هذا هو القوام ديال العجين، ما كيكونش قاصح بزاف وما كيكونش مرخوف بزاف. هنا ذوبت الزبده، كناخذ الزبده، هنا عندي نص كاس ديال الزبده مذوب. غادي نضيف عليه تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت المائده، وغادي نضيف عليه النشا. فبالنسبه للنشا هنا ضفت جوج معالق كبار، وغادي نبقى نخلطهم حتى تنحصل على واحد الكريمه كما غادي تلاحظوا معايا. فنص كاس ديال العنبه ديال الزبده مع جوج معالق كبار ديال الزيت مع جوج معالق كبار ديال النشا، كنحصلوا على واحد الكريمه على هذا الشكل. هذا هذه هي الكريمه باش غادي نورق هذا البتيبان، ما كيجيوش مدمين بزاف في نفس الوقت كيجيو مورقين. كناخذ هنا الدقيق لان العجين ديالنا مرخوف، فما كنخليوهش يخمر، فمباشره كندوزو كنشكلوه. كنرقق العجين مزيان بالمساعده ديال الدلاك حتى تنحصل عليه كما غادي تلاحظوا معايا السمك ديالو. فهنا كما لاحظتوا العجين درتو على شكل مربع وكنرققو مزيان، فضروري اننا نرققو العجين ديالنا، وكنجيبو ديك الكريمه اللي حضرناها وكنفرشوها او كنسرحوها من فوق هاد العجين ديالنا. طريقة جد سهلة وبسيطة وعملية، وكما لاحظتوا هاد البتيبان ديالنا ما كيحتاجش واحد الكمية كبيرة ديال الدهون، طبقة خفيفة. غادي نستمر هكا حتى تنغطي الوجه ديال هاد العجين ديالي كامل. كنحاول انني نوصل الزبدة للعجين كامل، ما نخليش فراغات. من بعد ما عمرت العجين ديالي كنبقى كنتنيه على هذا الشكل كما غادي تلاحظوا معايا هكا باش كنحصلوا على توراق يكون كتير. وكنبقى كندلكو بالدلاك من بعد ما كنلفوا على هذا الشكل كما كتلاحظوا، فكنبدا كنسرحوا بالدلاك. غادي نسرحو بالطول وبالعرض باش كنحصل على واحد الطبقه اللي كتكون رقيقه. ودائما تنستعن بالدقيق لان العجين ديالي خفيف،
باش ما يلتصق ليش في سطح العمل. غادي نعاود ندهن مرة أخرى بنفس الكريمة. كنتمنى أن تعجبكم هذه الطريقة، دائما أمور اللي جد سهلة وبسيطة كنشاركها معكم، كنتمنى أنها تعجبكم. وغادي نعاود تاني نبداو نتنيو على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا بنفس الطريقة اللي تنينا في الأول، باش يكون عندنا لفات اللي كيكونوا توراق أكثر، كل ما كثرنا اللفات يكون عندنا واحد توراق اللي هو كثير. دائما الاستعانة بالدقيق، وغادي نبسطو باليد ديالي هكا شوية وغادي نبدا نسرح فيه بالدلاك حتى سنرققوا العجين ديالنا كما غادي تلاحظوا معايا. كما لاحظتوا هنا راه سرحت العجين ديالي، غادي نقسمه لجوج ديال الاجزاء بالتساوي ومن بعد غادي نقطعوا المستطيلات. غادي نحيد هاد الاطراف هادو باش غادي يبان لي داك التوراق اللي لاحظتوا معايا في الاول في الابتسام، فكنحيدوا هاد الاطراف. اما الجهات الاخرى فغادي نخليوهم لانهم غادي يكونوا في الوسط، ما غاديش يبان لينا التوراق ديالهم. وغادي نقطع مستطيلات على هاد الشكل كما كتلاحظوا معايا، طريقه جد سهله وبسيطه وسريعه. خديت انا واحد اللاطه دهنتها بالزبده، ويمكن لكم تستعنوا بالورق ديال الزبده اللي خاص بالفران. خديت هنا الشوكولا الخاص بالدهن، يمكن لكم تستعملوا الشوكولا الخاص بالبتي بان، فانا استعملت انا غير الشوكولاته ديال الدهن اللي متوفر عندي. ومن بعد غادي نتني عليه العجين ديالي كما غادي تلاحظوا على هذا الشكل، وكنثبتها بالاصبع ديالي على داك الشوكولا باش فاش كندخلوه في الفران ما كيسيحش لينا وكيتحرق. فهذيك البلاصه اللي فيها الشوكولات كنضغط عليها على هذا الشكل كما كتلاحظوا. فالا كان عندكم داك الشوكولا اللي خاص بالبتي بان فكتحطوه مباشره كتلفوا، ما تحتاجوش ان ديروا هذه الخطوه اللي درت انا. فبما انني استعملت الشوكولا هكا سائحه او سائله، فيمكن لكم انكم ديروا بحالي وتضغطوا هكا في الاطراف ديال البتي بان وكيجي على هذا الشكل كما كتلاحظوا. وكنحطوه في الصفيحه ديال الفرن اللي كتكون اما مدهنه بالزبده او فيها الورق الخاص بالطهي. كيجيو مورقين، كيجيو ناجحين، وكتكون فيهم نسبه ديال الزبده قليله، ما كتكونش كثيره كما متعودين في البتي بان، فهذه كتجي فيهم نسبه قليله. فكنخليهم حتى تيتضاعف الحجم ديالهم وكيخمروا، كنغطيهم وكنخليهم في بلاصه اللي كيكون دافيه. وهنا خديت شويه ديال الحليب، ضفت عليه واحد ساشيه ديال الفاني، غير معلقه هكا ديال الحليب كنضيف عليها ساشيه ديال الفاني وكنخلطها، وكنضيف عليها صفار ديال البيضه. هكا كيعطي واحد النسمه رائعه للبتي بان ديالنا، وكيحيد لينا ديك الزفوره ديال البيض، ما كتبانش في البتي بان، كتجي رائعه بزاف وكتجي فيها واحد النسمه لذيذة لذيذة بزاف. الفران ضروري انه يكون مسخن مزيان، فهنا البتي بان ديالنا من بعد ما اختمروا لينا كندهنهم بداك الصفار ديال البيض، وغادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن مزيان، كنشعل عليه غير من التحت حتى تنحس بانهم تنفخوا وتورقوا وطابوا ليا من التحت، عاد كنطفيه من التحت وكنشعل عليهم من الفوق كياخذوا اللون الذهبي. وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل ديالهم كما كيجيو مورقين ورائعين وناجحين بكميه قليله ديال الزبده. كيجيو على هذا الشكل، يمكن لكم تقدموهم هكا عاديين كما درت انا، كيف يمكن لكم تدهنوهم بالناباج وتزيدوا لهم اللوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي او اي شيء انتم كتفضلوا. فانا خليتهم هكا كما لاحظتوا التوراق كيكون واضح فيهم. غادي نقطع لكم شي وحيده باش كتشوفوا التوراق كي كيكون كيجيو خفافين. هنا راه مازالين سخونين الله خرجوا من الفران، كيكونوا من الفوق مقرمشين ومن الداخل طريين ومورقين
كما كتلاحظوا كنتمنى انهم يعجبوكم. دائما امور اللي جيت سهله وبسيطه اللي كنتمنى انها تعجبكم. فالى عجبكم صديقتي الفيديو فما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم الايجابيه ومن البارطاج الى كنتو جدد، فدائما كنرحب بكم. مرحبا بكم، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. كنشكركم جزيل الشكر. غادي نخليكم مع الصور النهائيه اللي كنتمنى انهم يعجبوكم ويرقوكم. الى اللقاء، دمتم بخير.